احنا مش عارفين شو الفي اللي بنوصلها ولا عارفين تي 2 باي سيمتري تي 2 بتساوي تي 5 هذا عندي 1 1 1 1 انا تي 2 تي 5 مش عارفهم ولا عارف في ماكس اللي راح اوصلها بس عندي مجموعه معطيات خلينا اول شيء نحط المعطيات اللي عندنا احنا في عندنا قلنا انه هاي المسافه 1 على 6 خلينا نستعمل هلا جرافيكلي جرافيكلي راح احلها بتقدر تحلها بطرق ثانيه كثيره بس انا راح احاول احل جرافيكلي هون احد الطرق الممكنه راح اجي اطلع على هاي المساحه هون باي سيمتري هاي المساحه ايش بتساوي هاي المساحه مظبوط ونفس الشيء هاي المساحه تساوي هاي المساحة ونفس الشيء هاي المساحة تساويهم فهاي المساحة مساوية لهاي مساوية لهاي مساوية لهاي أنا عارف إنه هذا النص اللي هون بيساوي 300 متر مش هيك؟ فقلنا 300 متر بتساوي A زائد B زائد C B إيش شكله؟ شبه منحرف ترابيزويد إيش مساحة الترابيزويد؟ ناخذ الضلع هاد زائد الضلع هذا على 2 مش هيك؟ نضربهم في المسافة بينهم، المسافة بينهم هي إذا بي عندي راح تكون هذا الارتفاع قديش؟ هاي الارتفاع اللي هون بي ماكس أول نص طب وهاي الارتفاع هذا باي سيمتري هاي القطعة مساوية لهي القطعة فهذا كمان نص إذا هاي النقطة قديش راح تكون الارتفاع؟ هو في ماكس ماينس نص إذا هذا راح يكون في ماكس ماينس نص هي هاي النقطة من هون مضروب في هاي النقطة اللي هي زائد عفوا هاي النقطة اللي هي على 2 مضروب في المسافة بينهم ايش المسافة بينهم؟ مظبوط هيك؟ إذا هاي راح تعطيني مساحة شبه المنحرف هذا اللي موجود هون هاي المساحة معروفة اللي هي A فA بتساوي 1 على 6 متر ضل عندي C C كيف ممكن طريقة سهلة أحسب فيها C؟ مستطيل ماينس هاي القطعة وهي القطعة هي السدس مش هيك؟ المستطيل هذا قديش مساحته؟ في ماكس في تي 3 في في ماكس مش هيك؟ وتي 3 هي 1 فبصير عندي C يساوي 1 في في ماكس ماينس 1 على 6 ناخذ الثلاث معادلات هلا هذول عندي A معروفة، C معروفة، B معروفة. رح تعطيني أول معادلة. إذا المعادلة الأولى رح تكون A بلس B بلس C بتساوي 300. إذا رح يصير عندي 300 بتساوي 1 على 6 زائد ناقص نص وزائد نص رح تروح مش هيك؟ بصير عندي V max على 2 في 2T. في T2 عفوا. وزائد عندي هاي اللي هي V max ناقص سدس. في ماكس مش في ماكس 2 في ماكس ناقص 1 على 6 مظبوط هاي رح تشطب مع هاي شو بتصير عندي المعادله النهائيه 300 بتساوي في ماكس في تي 2 نضرب في 2 شو رايكم بتصير هاي 600 زائد 2 في ماكس واللي هي تساوي نطلع في ماكس برا بصير عندي تي 2 زائد 2 تساوي 60 مظبوط؟ مظبوط المعادلة ولا غلطت بشيء؟ نتأكد عندي هاي كانت في ماكس على 2 مش هيك؟ في ماكس على 2 ناقص نص زائد نص راحوا فصارت عندي في ماكس على 2 في 2 تي وهون كان عندي في ماكس ناقص سدس وهون زائد سدس، السدس راح مع السدس فنزلت هاي لتحت ضربنا 2 في 300 صارت 600 وهاي لازم نضربها باثنين فصارت هاي 2 في ماكس وهاي صارت في ماكس في تي 2 طلعت في ماكس برا صار عندي تي 2 زائد 2 هاي اول معادله بس كم مجهول عندي؟ 2 ما بكفي مش هيك حتى اطلع ايش بدي كمان بدي استعمل؟ بدي استعمل قيمه A قيمه A شو بتساوي؟ 1 مضبوط؟ طلع هذا المثلث اللي هون هذا المثلث اللي هون هاي القطعة على هاي القطعة بتساوي A مش هيك؟ مش دلتا V على دلتا T بتساوي A؟ دلتا V على دلتا T بتساوي A وتساوي 1. دلتا V قديش هون؟ قديش التغير بالسرعة خلال الفترة هاي؟ بتساوي V max ماينس نص ماينس نص اللي هي V max ماينس 1. فهاي تساوي V max ناقص 1 على قديش دلتا T؟ T2.
إذا بصير عندي هلا في ماكس ماينس واحد بيساوي تي 2 مظبوط؟ كيف في ماكس ماينس واحد بتساوي تي 2؟ هل هاي دايمنشنالي كوريكت؟ لا. إيش الغلط فيها؟ أو إيش التفسير؟ هذه سرعتها meters per second وهاي سرعتها seconds. واحد ضربنا في الاكسلريشن والاكسلريشن كانت واحد ففي هون كونستنت يعني انا عوضت ايه بس عوضت ايه بالوحدات تبعتها فهي هاي مضروبه يعني هاي تي هاي كانها مضروبه في ايه لما ضربت سكندز في مترز بير سكند سكوير صارت مترز بير سكند صارت دايمنشن الصحيحه اذا هاي عندي المعادله الثانيه ايش عوض شو رايكم نتخلص من تي 2 فمحل تي 2 هون راح اعوض في ماكس ماينس 1 بصير عندي هون 600 600 بتساوي في ماكس في تي 2 زائد 2 بس تي 2 محلها راح اعوض في ماكس ماينس 1 في ماكس ماينس 1 بلس 2 راح تصير في ماكس بلس 1 مضبوط التعويض كانت عندي في ماكس ماينس 1 بلس 2 بتصير في ماكس بلس 1 اضرب هذول ببعض شو بعطوني تعطيني في ماكس في في ماكس بتصير في ماكس سكوير بلس في ماكس ماينس 600 بتساوي 0 قديش اذا في ماكس بتطلع ماينس 1 زائد ناقص 4a سكوير مش هيك b سكوير ماينس ماينس بلس 2400 على 2 وتساوي اذا بتحسبها بتطلع زائد 24 او ناقص 25 متر بير سكند شو ناقص 25 هل لها معنى انا ما قدرت الاقي لها تفسير هون ما فيش فيزيكال سيجنيفيكانس اقدر افسرها ممكن تتحاول تشوف ممكن يكون لها فيزيكال سيجنيفيكانس احيانا في معظم الحالات احنا بنهمل اللي ما لهوش فيزيكال سيجنيفيكانس احيانا ممكن تطلع بتفسير تقول لي معنى ال25 انه هو ماشي بعكس الاتجاه وبعدين بصير يتسارع بالاتجاه المعاكس فكانه يعني بتباطئ واضح فاهمين بس ما بدنا نضيع وقت كثير عليها واضح انه هذا هو الجواب تبعنا انا بس اللي بدي اقول لكم اياه انه في معظم الحالات راح تستثني الجواب غير المنطقي فبعض احيانا بيكون له فيزيكال سيجنيفيكانس بيكون في له تفسير او له معنى اذا هذه هون النقطه صارت عندي 24 متر بير سكند اللي اذا حولناها لكيلومتر بير اور انا بس مهتم اعرف هاي العربه ايش على سرعه راح تمشي عليها 24 متر بير سكند ما لهاش معنى بحياتنا احنا ايش بنحكي احنا ايش اللي بنستعملها فبصير عندي 24 متر بير سكند لو ضربتها في 3600 وقسمتها على 1000 يعني ضربتها ب 3.6 قديش 24 مضروبه ب 3.6 بتعطيني هاي بتعطيني طبعا كيلومترز بير اور اظن بتطلع حوالين ال 80 شيء 80 مش هيك 24 ب 3 بتعطيني 72 مضبوط و6 بحدود الثمانينات شيء بالله حد يحسب الرقم قديش 800 86 يعني مش هيك 86 2.4 هذا رقم عادي مش هيك؟ أو ولا مش عادي شو بتعتبره؟ سيارتك لو طلعت أنت بالسيارة ممكن تمشي 86 يمكن يكون بالنسبة لهذا الجهاز عالي شوي ما بعرف خصوصا إنه فيش فيه سائق. فبعدين رح نعمله في المثال اللي بعد هذا رح نحط ليميت على التوب سبيد رح أحط ليميت مثلا 30 كيلومتر بالساعة احتمال الأكبر إنه يكون عندي 30 35 40 كيلومتر بالساعة ما في مشكلة في قطارات بتمشي على سرعات عالية زي هيك بس يمكن بس ممكن بالحالة هاي تكون حتى السرعة تو هاي ل 600 متر كمان. Okay.